عليكم أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم فقرة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم، وهو سيد خالد هشام هاشم عقل، مؤسس شركة فانتوم لتأجير السيارات. أهلا وسهلا فيك سيد خالد، شرفتنا في برنامجنا الأسبوعي رواد النجاح. سيدي، مثل ما تعرف في كل فقرة نبي نعرف قصة نجاحك، كيف كانت بداية حياتك العملية في دولة الإمارات؟ الحمد لله، أنا ابتديت في دولة الإمارات من 2004 في مجال تأجير السيارات. بدأت طبعاً أنت مصري الجنسية صح؟ أوكي والنعم. بدأت في مجال تأجير السيارات من 2004. بدأت في السيارات الياباني اللي هي متوسطة يعني. بعدين ابتديت في 2010 دخلت في مجال اللكجري، السيارات الفخمة يعني. والحمد لله ربنا وفقنا، وبقى عندي 5 فروع في ابو ظبي. وين المكان تبعهم؟ شارع السلام والنادي السياحي، شارع الدفاع وشارع الاكتراب. بس هذا هو الفرع الرئيسي تبعكم صح؟ الفرع الرئيسي هنا في شارع السلام. طيب اوكي، بالنسبه لوصولا الى هذا البزنس، خبرني اكثر عن الخدمات اللي تقدموها للزبائن وانواع السيارات اللي تاجروها. انواع السيارات اللكجري، السيارات اللكجري يعني الروز رايس والبنتلي بجميع انواعها، والسيارات السبور زي اللامبورجيني والفراري والمازراتي، وسيارات الانواع الفارهه يعني كمان. الانواع الفارهه والرينج روفر ومرسيدس جي 63 جي تي اس السي 200، السيارات اللي هي عموما كل اللكجري يعني الفارهه يعني. طيب بما انه انت بتاجر سيارات سيد خالد، شو التوعيات اللي تقدمها للناس مثلا لما ياجروا سياره ولا شيء؟ لانه في كثير فكر هنا بيفهموه الناس انه لما بتكون سياره ايجار يعني بيسووا فيها اي شيء، مو مثل يعني سيارته هو. شو التوعيات اللي تنصح بها انت اي شيء؟ هو نوعيه الزبائن عندنا مش بالاسلوب ده يعني نوعيه اللكجري، السيارات اللكجري بقى يعني واخد على الفخامه، واخد بيحافظ على السياره ومهتم فيها يعني. وبالنسبه للسيارات الثانيه، السيارات الاقتصاديه عموما عندنا السيارات الياباني والكوري، و دي بيستعملوها في الشركات للاستعمال العمل يعني للشغل يعني مش للترفيه يعني. دي للاستعمال اليومي للشغل، بيروح فيها العمل، بيروح فيها مشاوير، بيقضي فيها زي المندوبين والكلام ده، فمش لكجري السيارة، للاستعمال اليومي يعني. أكيد. طيب أكثر أنواع السيارات المطلوبة سيد خالد من طرف الزبائن؟ أكثر أنواع السيارات اللي تطلبوها؟ والله هنا إحنا أكثر أنواع المطلوبة هنا بالنسبة لأبو ظبي هم بيحبوا الفخامة شوية، يحبوا السيارات الفخمة. يحبوا السيارات الفخمة، فأكثر سيارات مطلوبة عندنا الروز رايس والمرسيدس والبنتلي. كثير حلو. واللامبورجيني والسيارات السبورت دي بيكون مثلا هو يعني عاوز يجربها يوم يومين، يشوف السيارة هل ينفع يشتريها ولا هتريحه في يعني حابب السيارة، فبيحب انه يجربها الاول ويحب اذا كمل ولا لا، يشوف اذا ريحته وبعدين يروح يشتريها. وفي انواع من الزبائن تانية بتحب ان هي مثلا بدل ما يدفع مبلغ زي مليون مليون و500 ألف، لا يروح يستأجرها يومين في الويك اند، يخرج فيها ويتمتع فيها وبعدين يرجعها. يعني انتوا الحين مختصين في تأجير السيارات وبيع في نفس الوقت ولا لا؟ احنا متخصصين في تأجير السيارات بس احنا بنأجر السيارات لمدة معينة 3 سنين، بعد 3 سنين بنرجع نبيعها للمعارض بعدين هم بيبيعوها تاني. يعني بتيجي جديدة السيارات اصلا اللي بتأجروها للناس؟ اي لازم نشتريها جديدة، تكون جديدة خالص يعني، اول حد يستعملها يكون المكتب يعني المستأجرين في المكتب. طيب سيد خالد، بما انه انت ما شاء الله انسان طموح، خبرني عن رؤيتك المستقبلية. ان شاء الله رؤيتنا المستقبلية يكون عندنا فروع اكتر في جميع الامارات، بعد كده نتوجه نبقى انترناشونال بره. ما بدك تتوسع يعني بمجال ثاني؟
لا انا حابب مجال السيارات. مجال السيارات هذا شغفك يعني؟ في حاجات عندنا بتقول لك يعني اشتغل في اللي تفهم فيه. اكيد ما شاء الله، اصلا كل الناس الضيوف اللي سويت معاهم مقابله بيقولوا دايما هذا الشغف من الصغر، مثلا السيارات ما يبي يفتح بزنس ثاني، الشيء اللي بيفهم فيه وبيحبه في نفس الوقت. اكيد، واصلا الشيء اللي بيحبه يعني بتلاقيه بيبدع فيه بشكل اكبر، يعني مو مثل واحد مضطر انه يفتح بزنس هذاك مشان مثلا مدخول ولا شيء. صح، بتلاقيه يبدع فيه مثلا. ما هو بينجح اكتر في الحاجة اللي يكون حاببها، مش حابب انه يخش في شيء حابب انه يستثمر فيه وما يكونش حابه، عمره ما هينجح فيه، لازم يكون حابب الشغل اللي هو بيعمله يعني. طبعا طبعا. طيب سيد خالد، نتطرق شوي إلى دولة الإمارات. إحنا بنعرف أن دولة الإمارات هي دولة أمن وأمان، شو بتعني لك أنت نعمة الأمن والأمان في دولة الإمارات؟ والله هم لهم أفضلية في النجاح في كل حاجة، يعني سهولة الإجراءات، التسهيل في كل، يعني إحنا ما بنحتاجش عندنا مندوبين برا إن إحنا نشغل مندوبين كتير والكلام ده، كل حاجة أونلاين، كل حاجه بتعمليها في المكتب وانت قاعده. تسهيلات يعني مسويها؟ تجديد ملكيات سيارات، دفع مخالفات، تجديد اقامات، تجديد حاجه، يعني كل شيء، يعني قمه التكنولوجيا، تطور. بتتطور وانت قاعده مكانك. في اماكن تانية بتحتاج ناس بالعشرات الاشخاص عشان تشغليهم وتتابعيهم ويروحوا يخلصوا اجراءات دي ويعملوا دي. هنا الحمد لله في الامارات كل حاجه وانت قاعده على المكتب بتخلص. تكنولوجيا يعني. الحمد لله، هذا أكيد بيرجع القيادة الرشيدة في دولة طبعاً الإمارات. طبعاً. الله يحفظ شيوخ الإمارات كلهم. آمين. في الختام سيد خالد، خبرني على الموقع الرئيسي، أو إذا عندكم مواقع تواصل اجتماعي خبرنا إياها مشان يشوفوها السادة المشاهدين. الموقع التواصل الاجتماعي عندنا موقع رسمي للشركة، phantomrentcar.com، وفي فانتوم رينت كار على الانستجرام والسناب شات، وطبعا الفيسبوك. والموقع الرئيسي لمكان الشركة يعني شارع السلام، شارع الشيخ زايد أبو ظبي. طبعا أعزائي المشاهدين، لما تدخلوا على مواقع التواصل الاجتماعي باسم فانتوم لتأجير سيارات بتلاقوا فيه أرقام التواصل مشان تتواصلوا مع الشركة. في الختام سيد خالد، فيك تقدم رسالة شكر لإنسان عز عليك أو إنسان كان دعم لك فترة حياتك المهنية؟ طبعا حابب أشكر شيوخ وحكام الإمارات على الدعم اللي بيقدموه للمستثمرين، وأخويا محمد هشام، والسيد صلاح المرزوقي، وإبراهيم العبدلي، ويوسف العبدلي. إن شاء الله توصل لرسالة شكرك عبر برنامجنا لكل إنسان ذكرته سيد خالد، ونتمنى لك إن شاء الله توفيق على مدى السنين يا رب، إن شاء الله تفتح فروع أكثر من الفروع هذه. شكرا لك سيدي الكريم. في الختام شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وعلى حسن المتابعة، اللقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة. دمتم في أمان الله.